اتكلمنا المره اللي فاتت على ادمان المخدرات بانواعها وادمان المواد الكيميائيه، والنهارده الحديث مختلف زي ما وعدنا بيه الساده المشاهدين من المره الماضيه عن ادمان الاشياء والاشخاص. يعني ايه؟ وانا سعيد بان احنا الحمد لله مستكملين اللي اتكلمنا فيه المره اللي فاتت، لانه يبدو انه ده الوباء بقى اللي جاي، ده الحاجه اللي هتبقى منتشره اكتر لان هي نسبيا اسهل، والامثله اللي حضرتك قلتيها. الفكره العامه انه المبدا بتاع الادمان ان احنا عندنا 6 شروط عشان يبقى اسمي عندي ادمان على شيء او على شخص او على ماده. اولها التعود، انه الحاجه دي بقت موجوده او الشخص ده بقى موجود واساسي زي ما حضرتك قلتي. ثانيا انه ليه علاقه بمزاجي، ليه علاقه بحالتي النفسيه، من انه وجود الشيء او الشخص بيخليني اهدى، بيخليني مبسوط، بيخليني منطلق اكتر، بيخليني بعرف اطلع شحنه مشاعر معينه. يليها انه ببتدي يحصل حاجه بنسميها اعتماد او ديبندنس، انه محتاج جرعات اكتر. لا ده انا كنت بشوف حضرتك مره كل اسبوعين، بقوا مش هينفع مره كل اسبوع، مره كل يوم، لا انا عايز اقعد كل اليوم مع الشخص ده. ثم اعراض انسحاب. واخيرا حاجتين مهمين جدا، انه في كونفليكت او صراع، انه الموضوع ابتدى يعمل لي مشاكل مع ناس تانيين موجودين حواليا، اللي هو زي ما حضرتك بتقولي انا نازل بعارك الناس اللي ماشيين في الشارع وبعارك البواب وبعارك زمايلي، او ابتدى حد يقول لي وزي ما بيحصل كتير في بيوتنا كلها انه مراتي او جوزي هو انت قاعد مع التليفون ولا قاعد معايا. وبعدين تكمل القصه، تكمل بسمع الكلمه دي، تكمل القصه هو انت متجوزني ولا متجوز الموبايل، يا على الكلمه دي بنسمعها كتير قوي والله. ايوه تكمل القصه انه خلاص وانا وعدت ومش هيحصل تاني، وانا هدخل من بره احط التليفون جنب الباب، وبعدين يومين وارجع امسك التليفون مش قادر بقى خلاص. وعارفين بنبقى ساعات كده واحنا كبار عاملين زي الاطفال الصغيرين، اللي هو انا قاعد مع حد فقام يجيب كوبايه ميه فاقوم ايه ماسك التليفون باصص فيه وراجع حاطه تاني. دي الحدوته. حضرتك قلتي امثله منها بقى في عايزه قبل الامثله عايزه ارجع لحاجه حضرتك قلتها استوقفتني جدا، موضوع ادمان الاشخاص، لانه ده بالنسبه لنا اللي جديد الحقيقه قوي، مش ما سمعناش عنه كتير. هل ده بينطبق مثلا علينا واحنا لما كنا في سن المراهقه وصغيرين، يعني من 2 3 كده لما كنا في سن المراهقه وكنا عندنا يعني ولع شديد مثلا بنجم معين او بنجمه معينه، وايام زمان بقى لما كنا بنعلق صوره على الحيطه، هل ده ليه علاقه بده ولا دي مرحله مراهقه فيها ليها سيكولوجيه مختلفه عن موضوع ادمان الاشخاص واحنا كبار كده وعاقلين يعني؟ لا هو طبعا اللي حضرتك بتحكي عليه ده مثال، بس هو مش مرتبط بسن، لانه ابتدى يبقى فيه كده في 5 6 سنين اللي فاتوا كلام حوالين ادمان الحب او ادمان علاقه رومانسيه. والكلام الالطف انه في ادمان ايجابي، اللي هو لو انا بحب حد ومتعلق بيه وهو بقى حد مهم بالنسبه لي ومش قادر اسيبه، وهو متجاوب مع ده وهو موجود وهو متاح وهو مديني دفى. وده اللي بيحصل كتير في بدايه علاقات، ويعني يا بخته اللي يفضل ادمانه ايجابي بالصوره دي، لانه في النوع التاني اللي هو طيب انا بعمل ده وانا متعلق بحد وهو غير متاح او هو رافضني، او الأسوأ ان هو وجوده عامل ضرر او عامل ايذاء، او ابتدى يبقى في استغلال، ابتدى يبقى عامل لي مشاكل في حاجات تانية، انه الشخص ده موجود ومريح وحبوب ولطيف بس سيب شغلي